بسم الله الرحمن الرحيم. من العبث انك تقعد تتكلم على الدقيقه اللي جات جريشا تخض عن احتسابها وان هو صفر في الدقيقه 87 ونص والراجل كان حاسب 8 دقائق، معنى كده ان الراجل ظلمنا في 30 ثانيه. طب يا جماعه ما نرجع نشوف المباراه من اولها، هنلاقي ان باتريس كالترون نازل المباراه كالعاده، نازل يدافع ويلعب على المرتدات قدام بيراميدز اللي لما شد حلو الشوط الثاني كان قادر ان هو يكسب مستريح جدا. ده مش معناه ان المدير الفني بتاعك حط المباراه غلط، ده مش معناه انك كنت قاعد 45 دقيقه بتحنكش جوه الملعب الشوط الاول، ده مش معناه انك عارف ان فريقك عنده مشاكل كتيره جدا فنيه، لان عارفين مفيش اي جمله تكتيكيه تتقدم برضو في الزمالك من ناحيه باتريس كالترون سوى الكره الطويله. يا جماعه نتكلم بذوق، نتكلم بهدوء، الموضوع سهل جدا وبسيط. الزمالك فيه عك فني، فيه عك فني. الزمالك فيه لعيبه سيئه ومستواها سيء زي محمود علاء وزي يوسف اوباما، محتاجين ان هم يريحوا شويه على الدكه، محتاجين ان هم يريحوا على الدكه. فلما تيجي تتكلم النهارده على مباراه الزمالك وبيراميدز وتختزل كل حاجه في النص دقيقه اللي جهاد جريشه ما حسبهاش، اعتقد انت هيكون عندك مشاكل كتيره جدا، لان انت اعتقد انك اتفرجت على ماتش تاني، لان نفس الجهاد جريشه ده برضو تغاضى عن انذار تاني لطارق حامد بعد الفاول اللي عمله مع عبد الله السعيد. الفاول اللي كان في الدقيقه 87، الفاول لو كان طارق حامد اتطرد كانت خلاص الموضوع خلص، ورغم كده عادي المباراه مشيت وكملت. ضربه الجزاء اللي اتحسبت لنادي الزمالك ضربه جزاء تتحسب بس في الاوقات الحرجه. عزيزي الكره في مصر هنا مش نظيفه قوي، الكره في مصر هنا فيها حكام فار بيلبسوك في لعبه لو انت راجل ما تحسبهاش، ولو حسبتها هتلاقي ان انت عادي جدا الموضوع بيعدي. يعني عزيزي حته ان احنا نختزل كل حاجه في الدقيقه او النص دقيقه اللي ما اتحسبتش دي فيها مشكله كبيره جدا. طب تعالى بقى نتكلم فنيات. فنيات انت بتلعب قدام مدير فني جبان زي اروى بارينا. اروى بارينا اللي كان نازل دافع قدام جيمي باتشيكو الدور الاول، بارينا اللي كان خايف ومرعوب جدا من الزمالك، النهارده الزمالك سايب له الكوره 45 دقيقه اللعيبه بتاعته بتعمل كل اللي عايزه في الملعب. بيراميدز نازل عامل عليك ضغط عالي، بيراميدز نازل عليك هو اللي عايز يجيب الهدف الاول علشان خاطر يجبرك انك تلعب على التعادل، ورغم كده انت كنت عادي جدا نيفر مايند ما عندكش اي مشكله انك خلاص يا جماعه عايزين نمسكوا الكره امسكوا، احنا مش بتوع استحواذ ولا بتوع اي حاجه. لعيب بيراميدز عاملين يلعبوا 1 2 هات و 1 3 وعبد الله السعيد، واضح ان في مساحه شغال فيها ما بين طارق حامد والراجل شغال ما بين طارق وفرجاني، وعادي مفيش اي مشكله ولا في اي لعيبه بتقدر تنفذ على دوره الشوط الاول. احمد سيد زيزو تايه، اشرف بن شرقي ما كانش حاضر، فرجاني ساسي كان سيء برضو، كنت تلاقي حميد احداد بيحاول على قد ما بيقدر، خط الدفاع بتاعك محمود علاء بيعك والونش بيشيله كتير جدا، حمزه المسلوسي لعيب كل ميزاته ان هو بيلعب كروسات كويس، احمد فتوح الناحيه الثانيه انت مش فاهم في ايه ولا فاهم الزمالك سيء الشوط الاول ليه، بعد ما دخل فيك الهدف الاول اللي هو كان غلطه من يوسف اوباما دخلت الشوط الثاني خلاص انت محتاج ان انت تتعادل. وهنا بيبان قوه شخصيه لعيبه الزمالك اكتر من قوه المدير الفني. لعيبه نادي الزمالك اللي دايما لما كنت بتلاقي ان هم بيستقبلوا هدف كنت بتلاقي ان هم بيرموا كل التكتيك بتاع المدرب على جنب ويلعبوا هم للتعادل. يمكن الحاجه اللي الراجل عملها مميزه هو انه نزل شيكابالا بسرعه البرق ما بين الشوطين، ودي كانت حاجه جيده جدا. احمد سيد زيزو شيكابالا بيديله هديه من غلطه بناء لعب الشريف كرامه بيلعبها لدونجا، شيكابالا بيقطعها وبيديها هديه لزيزو، ومع ذلك زيزو بيشوطها في دونجا اللي رجع بسرعه قبل ما انت ما تحاول ان انت تخلص على المرمى مره واحده. ليه؟ لان انت عايز تروح شمال او يمين. لا دي المشكله بتاعت جد جريشه. طيب كملت بعد كده، سوء حظ غير طبيعي ما بيواجهش غير الزمالك وارسنال، اللي هي السيناريوهات الكارثيه، السيناريوهات السيئه، كل حاجه سيئه في عالم كره القدم بتشوفها بتحصل مع الزمالك، اللي هو الزمالك ماسك بيراميدز نفخ الشوط الثاني، الزمالك السيء يجيب الاول والثاني والثالث، لا. الكرة بتتلعب كروس من ناحية بن شرقي بيخش حميد حداد يلعبها، شريف كرامي بيمد رجله بتيجي فيه. الكرة بتتلعب كروس بتلاقي محمود علاء لعبها تخبط في العارضة وتنزل على خط الجون بالظبط وتترد لواحد هنا رزق كويس زي بن شرقي ويطلعها بره. المباراة كانت سيناريو بصراحة مش لضعاف القلب، لأن الموضوع صعب جدا إنك تتحمل كل الهذيان اللي بيحصل ده، برغم إنك مش مراهن على فريق الزمالك النسخة الحالية إن هو يقدر ياخد أي حاجة، لأن الزمالك مشكلته الأولى والأخيرة هي إدارية وفنية برضه من ناحية باتريس كالترون. إدارة بتعك، مدير فني بيعك، لعيبة بتلعب على حسب ما يجي لها جرعة حماس إن هي عايزة تلعب، ودي مشكلة كبيرة جدا جوه الزمالك. فلو حبيت ان انت تتكلم على السلبيات، لا سلبيات موجوده في مدير فني ساب استحواذ الشوط الاول كامل بيراميدز، مدير فني عنده مشاكل كتيره جدا ان هو مش قادر يصدق ان هو بيدرب فريق كبير، مفترض انك تنزل يكون انت اللي عندك الشخصيه ويكون انت اللي عندك الهويه انك عايز تخلص بدري بدري وتجيب الاول وتجيب الثاني، انك تنزل كزمالك وتسيب الكوره لبيراميدز. اروى بارينا اللي اروى بارينا حرفيا اول ما جاب الهدف الاول خلاص قرر ان هو هيرجع يدافع ويلعب على المرتدات على ايريك تراوري وعبد الله السعيد ورمضان صبحي، بس احنا هنهاجم بس على كده. وحتى لما شاف ان هو عنده مشكله في احمد توفيق راح مغير احمد توفيق وراح قلب الطريقه ل 4 4 2، بعد كده راح مطلع جون انطول وقلبها 4 5 1 صريحه وهاجم بس مع عبد الله السعيد، اللي هو خلاص يا جماعه احنا قفلنا نص الملعب بالضبه المفتاح، عايزين ان احنا نطلع بالنتيجه ايجابيه باي طريقه.
وانت قاعد بقى تتفرج على حاجات غريبه. حمزه المسلوسي اللي كل مستر ان هو بيلعب عرضات كويس، لقيت ان انت مغيره ومنزل حازم امام اللي ما بيعرفش يعمل كورسات اساسا، ولقيت ان انت منزل سيف الدين الجزيري ومفيش كورسات لا شمال ولا يمين، وشايف ان في مشكله وان في ازمه، وحتى ضربه الجزاء اللي اتحسبت عادي جدا ما تتحسبش. فالزمالك كان بيواجه سوء حظ غير طبيعي مع سوء تكتيك وسوء جمل فنيه بتحصل، لان انت شايف ان الزمالك فيه هنكشف، مفيش اي حاجه ثابته، مفيش اي حاجه منظمه، مفيش اي حاجه بتقول ان في شغل مدير فني او في اي حاجه بتقول ان الفريق واقف على ارض صلبه، لا الزمالك كله موضوع فرديات، كله موضوع اللي يقدر يعمل اي حاجه يعملها، مديرك الفني بيتدخل بس حسب ما الموضوع ما يبقى فيه ازمات هو والجهاز بتاعه فيه مشاكل، حراس المرمى بتاعه كارفين على بعضه وبتلعب النهارده بعواد، عواد اللي انقذ كره ابراهيم عادل في اللحظه الاخيره اللي هي كنت ممكن تلاقي ان بعد كل ده الزمالك بيلبس الهدف الثاني، بس محمد عواد بيقدر ينقذ الموقف علشان خاطر يخلص المباراه بالتعادل، علشان خاطر فجاه الاقي كل الناس رايحه تهاجم جهاد جريشه وتقول له ازاي تصفر قبل 30 ثانيه، اللي هو يا جماعه طب بالنسبه ل 45 دقيقه الاولى اللي انت كنت فيها سيئين وزي الزفت، دي كانت المشكله فين، عند جهاد ولا عند باتريس كالترون؟ اتمنى انك تقعد تفكر بالعقل كده. هو كل اللي بيحصل في الزمالك النهارده قدام بيراميدز كان مشكله النص ده اللي ما اتحسبتش، ولا اللي حصل ده كانت مشكله مدير فني مع لعيبه سيئه وبتلعب بالمزاج؟ انت اللي ليك الراي في الاول والاخير، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش ما تشتمش قوي وما تورس قوي في الشتيمه، وهارد لك على التعادل قدام بيراميدز لانك كنت تستحق انك تطلع بالثلاث نقط قدام بيراميدز الشوط الثاني.